خلاص الحمد لله، اللي في نفسه حاجة يحب يقولها يقولها. خلصنا؟ طيب اوكي، صباح الخير. انا هبة الجندي، هكون موجودة معاكم النهاردة. هنتكلم على الاوبتكس اوف ذا اوبريتنج مايكروسكوب اند ذا سليت لامب والفاندس بايو مايكروسكوب. دي المحاضرة بتاعتي وبتاع الدكتورة دينا، فانا هدي محاضرتي ومحاضرة الدكتورة دينا الاول، وبعد كده الدكتورة ريهام سامي هتكمل بعدينا الان دايركت اوف ساب مايكروسكوب. اوكي، ليه النهارده بنتكلم على الاوبتكس اوف ذا مايكروسكوب او الاوبريتنج مايكروسكوب والسليت لامب؟ لان الحقيقه الاوبريتنج مايكروسكوب والسليت لامب الاثنين بيشير تقريبا ذا سيم اوبتيكال برينسيبلز. الاثنين هم اوبتيكال ديفايسز بنستخدمهم في الاوفثالمولوجي، وان فور فيوينج ذا اوبريتنج سيستم او ذا اوبريتنج فيلد، والثاني بستخدمه عشان اكزامين الانتيريور سيجمنت ستراكشر اوف ذا اي. الفكره بتاعت الاثنين ان انا لازم يبقى عندي ستيريسكوبيك فيوي وفي نفس الوقت ماجنيفاينج ايمج للاوبجكت اوف ريجارد او للفيلد اللي انا عايزه اشتغل فيه. ببساطه شديده بنقول ان الاوبتيكال برينسيبل بتاعت التو ديفايسز هم بيتكونوا من تو كومباوند مايكروسكوب ماونتد ات ا سيرتن انجل عشان يالاو الستيريسكوبيك فيوينج. طيب الكومباوند مايكروسكوب اللي موجود عندنا هيبقى عباره عن two eyepieces mounted at an angle و common share with an objective lens، وده هيخلينا نبتدي نرجع تاني نراجع الاوبتكس بتاع الكومباوند مايكروسكوب. ايه هو الكومباوند مايكروسكوب؟ ده simple device مكون من two lenses, two convex lenses, one is the objective lens and the other one is the eyepiece. الاثنين زي ما اتفقنا ان هما convex lenses. الobjective او الobjective lens دي هتبقى ليها short focal length وبالتالي هي higher power، والobjective lens او الeyepiece هي دي اللي ليها largest focal length وهي دي lower power. بيبقوا محطوطين بحيث ان الايمج الاولانيه اللي هي عند الobjective lens تبقى يدوب just outside الفوكال او الفيرست فوكال بوينت بتاعت الاوبجكتيف لينس، تعمل لي برايمري ايمج. برايمري ايمج بتاعتي هتبقى انفرتد ايمج، هتبقى ترو ايمج، هتبقى ماجنيفايد بس مش ماجنيفايد للقدر الكافي اللي انا اقدر اشوف بيه ديتيلز. هتبقى موجوده او هتتكون just inside الفوكال بوينت بتاعت الاي بيس، تبتدي الاي بيس تشتغل عليها او تنتر اكت عليها تكون لي فاينل ايمج. الفاينل او السكند ايمج او الفاينل ايمج اللي انا هشوفها هتبقى ايمج فيرتشوال ايمج، مش ايمج حقيقيه، هتبقى انفرتد وهتبقى ماجنيفايد بس ستيل هي مش ماجنيفايد بالقدر الكافي اللي اقدر اشوف بيه ديتيلز. يبقى بالتالي انا عندي هنا مشكلتين. عندي مشكلتين ان الصوره انفرتد، وبالتالي لو انا بشتغل في على الاوبريتنج مايكروسكوب مش هينفع ان انا اشتغل على صوره مقلوبه. لو انا بفحص anterior segment structure وبشوف صوره مقلوبه هتلخبطني، مش هعرف اشوف الديتيلز كويس، مش هعرف امانج، مش هعرف اعمل مانوفرز بتاعتي كويس، وفي نفس الوقت هي صوره صغيره ما فيهاش ديتيلز واضحه او محتاجه ماجنيفيكيشن. يبقى انا عندي تو بروبلمز، والتو بروبلمز دول انا محتاجه احلهم. اول حاجه محتاجه اكبر الصوره، تاني حاجه محتاجه اعدل الصوره. بوجه عام في الاوبتكس اي اوبتيكال سيستم معاه انفرتد ايمج بستخدم حاجه بسمها بس بسميها بورو بريز عشان اعدل الايمج، او بسميها الانفرتر، حاجه تعدل لي الصوره المقلوبه. برضو في اي اوبتكس او في اي جهاز في الاوبتكس محتاج ان انا ازود او اعمل ماجنيفيكيشن بستخدم حاجه من الاثنين، يا اما جاليليان تلسكوب احط فيه جاليليان تلسكوب يكبر لي الصوره انكوربريتد جوه الجهاز، يا اما ان انا بعمل بستخدم مالتيبل لينسز بسميها زوم لينس سيستم. يبقى اذا بوجه عام يا اما ان انا هكبر بزوم لينس سيستم، يا اما جاليليان تلسكوب، يا اما والانفرشن عشان اعدل الصوره هعمل الاريكت بريزم او البورو بريزم. معظم الاجهزه اللي عندنا بتشتغل بفكره الجاليليان تلسكوب. ونرجع تاني نراجع بقى الاوبتكس بتاع الجاليليان تلسكوب. جاليليان تلسكوب هو اتس ان اوبتيكال سيستم برضه مكون من تو لينس سيستم. الاوبجكتيف لينس بتبقى كونفكس لينس، والاي بيس بتبقى كونكيف لينس.
بيبقوا محطوطين بحيث ان المسافه ما بينهم هي مجموع الفوكال لينس بتاعه الاوبجكتيف والاي بيس. المفروض ان اول صوره بتتكون قدام الاي قدام الاوبجكتيف لينس، الصوره دي بتبقى صوره اريكت وبتبقى صوره ماجنيفايد، بيتعمل لها بروسيسنج بالاي بيس تديني صوره تانيه برضو بتبقى فيرتشوال وبتبقى اريكت وبتبقى ماجنيفايد. بس خلينا فاكرين ان الصوره الاساسيه اللي هي كانت معموله بالاوبريتنج مايكروسكوب او بالسليت لامب كانت صوره مقلوبه، وبالتالي لما احط الجاليليان تلسكوب ويديني صوره ماجنيفايد معدوله فهو اوريدي مديني صوره ماجنيفايد مقلوبه، فانا ستيل عايزه اعدل الصوره، عايزه اخلي الصوره تبقى اريكت. يبقى انا ما حلتش، يبقى الجاليليان تلسكوب كبر لي الصوره بس لسه الصوره بتاعتي مقلوبه. طب ايه الاوبشن الثاني؟ ان انا اعمل ماجنيفيكيشن غير الجاليليان تلسكوب، ان انا بعمل الزوم لينس سيستم. الزوم لينس سيستم بشكل بسيط كده او بشكل مبسط هو مجموعه من العدسات بتتحط مع بعض بطريقه معينه بحيث انها تعمل لي زومنج او تكبر لي الصوره او تعمل بروسيسنج بالصوره فتعمل لي مالتيبل ايمج بحيث انها توصلني في الاخر ان الصوره تكبر. مشكله الزوم لينس سيستم ده ان كل ما بغير الفوكال لينس او كل ما بغير الباور بتاعت العدسه الصوره بتاعتي او مكان الصوره بتاعتي بيتغير، وده اللي بنسميه الان كومبنسيتد زوم لينس سيستم. بيتعمل بطريقه تانية او ممكن اعمل فيه سام سورت اوف كومبنسيشن في المانيفاكتشر بتاعته بحيث ان هو لما اغير الباور او ما اغير الفوكال لينس يطلع لي ايمج ماجنيفايد بس ما يتغيرش مكانها، يفضل مكانها ثابت. تمام؟ ازاي؟ مش مطلوب مننا او مش احنا اللي بنعملها، الاوبتيشنز هم اللي بيعملوها. وزي ما اتفقنا ان معظم الاوبتيكال ديفايسز اللي احنا بنستخدمها هتستخدم الجاليليان تلسكوب مش الزوم لينس سيستم. عايزه اعدل بقى، عايزه اعدل الصوره. بعدل الصوره بستخدم وات وي كود ذا بورو بريزم. نخلي بالنا ان بورو بريزم دايما تتكتب بالكابيتال لتر لان بورو ده اسم العالم اللي اخترع البريزم او اللي قال لنا على البريزم ده. البورو بريزم ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن بريزم عادي بس مكون من او شكله رايت انجل بريزم او رايت تراينجلر بريزم، يعني كانه تراينجل وذ رايت انجل وليه الفيسنج سيرفيس بتاعه ريكتانجل. لما بتنزل الصوره عليه بيحصل لها وات وي كول توتال انترنال ريفلكشن، بيحصل لها في البورو بريزم العادي بيحصل لها توتال انترنال ريفلكشنز توايس فتطلع لي صوره روتيتد، تمام؟ ميرور ايمج للصوره الحقيقيه. بس روتيتد 180 درجه، يبقى انا كاني عدلت الصوره المقلوبه. عشان بيتر ريزوليوشن للصوره بيستخدموا عاده حاجه وات وي كود ذا دبل بارو بريزم، يعني بيبقى تو بارو بريزم جراوندد مع بعض. وفي الحاله دي بيتعمل لي بدل التو انترنال ريفليكشن بتعمل لي دبل، يعني بتعمل لي اربعه توتال انترنال ريفليكشن جوه. انا بس عايزه اضيع الريكوردنج ده لان هو بيخلي الصوره تقلب، مش عارفه اضيعه ازاي. تعرف تعمله لي؟ خلاص هشتغل عليه زي ما هو، مفيش مشكله. يبقى بستخدم الدبل بورو بريزم، وطول ما انا عندي الريفلكشنز عدد زوجي فمعنى كده ان الصوره هتطلع في الاخر عندي برضو روتيتد 180 درجه، يعني هتطلع صوره معدوله. يبقى انا كده صلحت الصوره المقلوبه وفي نفس الوقت انا كبرتها. في اي سؤال؟ اوكي. يبقى تصم بقى كل الاوبتيكال برينسيبلز اللي احنا قلناها، نرجع للاوبريتنج مايكروسكوب بتاعنا. زي ما اتفقنا الاوبريتنج مايكروسكوب هو عباره عن تو كومباوند مايكروسكوبس مكون من وان اوبجكتيف لينس تو اي بيسز ماونتد على انجل عشان يدوني الاستيريوسكوبيك فيوينج بتاعي. اتفقنا ان انا قدامه في عندي ماجنيفيكيشن، والماجنيفيكيشن ده عباره عن الجاليليان تلسكوب اللي انا حطاه قدامه انفرتر بريزم اللي هم البورو بريزم او الدبل بورو بريزم، تمام؟ عشان اوصل في الاخر ان انا اشوف الاوبجكت بتاعي ده ماجنيفايد وستيريوسكوبك. يهمني قوي اعرف ان الوركينج ديستانس يعني ايه وركينج ديستانس؟ يعني المسافه ما بين العين وما بين الديفايس بتاعي اللي انا بستعمله. الوركينج ديستانس دي بيتحكم فيها اساسا الفوق الباور بتاعت الاوبجكتيف لينس والفوكال لينس بتاعت الاوبجكتيف لينس. يعني كل ما استخدم اوبجكتيف لينس بباور اعلى هعرف ان الفوكال لينس بتاعتها هيبقى لازم يبقى قصير، وبالتالي الوركينج ديستانس بتاعتي هتبقى قليله.
انا محتاجه working distance، محتاجه working distance suitable وcomfortable عشان اقدر اعمل البروسيجرز بتاعتي، والا هبقى طول الوقت عماله بخبط في الميكروسكوب بتاعي، عماله الاتي عماله بزق، فمش عارف ايدي مش عارفه تتحرك، فده مهم قوي ان احنا ناخد بالنا منه. طيب في عندنا كلمه موجوده فوق كده نشرحها بسرعه، اي سيستم او اي اوبتيكال سيستم احنا بنقوله، فور سمبليفيكيشن بنقول عدسه، هو اكشوال بيبقى مكون من مجموعه من العدسات تؤدي عمل عدسه واحده. ليه بنحط مجموعه من العدسات؟ مجموعه من العدسات بتهدف لحاجتين، اول حاجه انها بتعمل سام سورت اوف ماجنيفيكيشن، تاني حاجه انها بتقلل الابريشنز، لان كل عدسه بتتحط بتعمل سام سورت اوف نالفيكيشن للابريشنز بتاعت العدسه اللي قبلها، بحيث يبقى عندي الكومباوند سيستم. الاي بيس اللي موجوده هنا في السليت لامب او في الاوبريتنج مايكروسكوب اسمها بتبقى مجموعه من العدسات بتعمل لنا حاجه اسمها استرونوميكال مايكروسكوبيك سيستم. نرجع بقى نقول ايه هو الاسترونوميك مايكروسكوب. الاسترونوميك مايكروسكوب او التلسكوب ده عباره عن ديفايس مكون من تو كونفكس لينسز، الاثنين كونفكس لينسز، ومستو ايه؟ مستو ان هو بيأكت از لوب، يعني بيعمل ماجنيفيكيشن بيأد تو ذا ماجنيفيكيشن اوف ذا سيستم نفسه، وبالتالي الاي بيس بتاعت الستيت لامب وبتاعت الاوبريتنج مايكروسكوب موجود معموله من تلسكوبيك او استرونوميك تلسكوب. اتفقنا ان الوركينج ديستانس هيتحكم فيها الفوكال لينس بتاعت الاوبجكتيف لينس وبالتالي الباور بتاعت الاوبجكتيف لينس. السيوتبل وركينج ديستانس بتاعت الاوبريتنج مايكروسكوب بتبقى حوالي 20 سنتي. الماجنيفيكيشنز بتاعت الاي بيس حوالي 12 ونص، يعني ده كلام ممكن نرجع له مع نفسنا. اي سيستم اي يعني الويذر الاوبريتنج مايكروسكوب او الستيت لامب هنتكلم فيه على ثلاثه كومبوننتس، فيوينج سيستم اللي احنا شرحناه من شويه اللي انا بقدر اشوف بيه، اليومينيشن سيستم عشان ينور لي، ولازم يبقى عندي حاجه اسمها ميكانيكال سيستم او ميكانيكال كوبلينج سيستم. ميكانيكال كوبلينج سيستم ده غير ان هو بيسبورت الجهاز نفسه، ويذر بقى هعلق بيه الجهاز هحرك بيه الجهاز، لا انا بيهمني في الاوبتكس الميكانيكال سيستم ده اللي هو بيعمل كوبلنج ما بين الفيوينج سيستم والالومينيشن سيستم. بيعمل لي حاجه اسمها او بيبقى بيتميز بحاجه اسمها البار فوكاليتي. يعني ايه بار فوكاليتي؟ هنشرحها اكتر لما نيجي نتكلم على السيت لامب. معناها ان بوث الفيوينج سيستم والالومينيشن سيستم ليهم كومن اكس، يعني طول الوقت مهما حركت فيوينج سيستم مهما حركت الالومينيشن سيستم لازم الاثنين يفوكس عند نقطه واحده او قريبين من بعض، بحيث يسمحوا لي ان انا اقدر انور واشوف في نفس الوقت. ده فايده الميكانيكال سيستم. لو جينا نبص على الاوبريتنج مايكروسكوبس اللي احنا بنستخدمهم في اوضه العمليات هنلاقي دايما ان الاوبريتنج مايكروسكوب ممكن يبقى معاه اتاتشمنت، ممكن يبقى معاه سايد تيوب فور ذا سيستم، وبيبقى معاه كمان تيوب طلع على الكاميرا لو انا هعمل تسجيل او لو انا هعرض على شاشه، وبالتالي جوه لازم بزود حاجه اسمها السبليتر. تحط سبليترز، السبليترز دي تعمل سبليتنج للبيم وتعمل سبليتنج لللايت عشان اقدر ان انا اوصل للاتاتشمنت دي نفس الصوره اللي انا شايفاها في الاوبريتنج مايكروسكوب بتاعي. لو جينا نتكلم على الاليمينيشن، دايما في الاليمينيشن بيبقى في عندنا سورس اوف اليمينيشن وتايب اوف اليمينيشن. سورس اوف اليمينيشن عاده دلوقتي كل اللي بنستخدمه بيبقى هالوجين لامب، هالوجين لامبس لانها بتدي بيتر اليمينيشن والثيرمال افكت بتاعها بيبقى قليل. دايما في الاليمينيشن سيستم نحب نتكلم ان احنا بيبقى في عندنا شاتر او عندنا ريفراكتورز، والشاترز والريفراكتورز دي اهميتها ايه؟ انها تقلل الثيرمال افكت وتقلل الهازرز بتاعه اللايت اللي داخل جوه العين بتاعتي. types of illumination اللي بنستخدمها في الاوبريتنج مايكروسكوب وهنشرحها اكتر في الست لام. النوعين او الموست كومن هو الاوبليك illumination اللي هي بتديني diffuse illumination للانتيريور سيجمنت ستراكشر او للاوبريتنج فيلد بتاعي، والكواكسل illumination او الريترو illumination اللي هو بيديني انهانسمنت للريد ريفلكس اللي اقدر اللي هو اقدر اشتغل بيه على الكبسول. هنشرحهم اكتر لما نيجي نتكلم على الستيت لامب. في اي سؤال لغايه دلوقتي؟ نرجع بقى للستيت لامب بتاعنا. الستيت لامب ده الانسترومنت اللي كلنا عارفينه وفاميليار بيه، اللي بنفحص بيه الانتيريور سيجمنت ستراكشر اللي هو بيدينا سليت
او اوبتيكال سيكشن في الاوكيولار ستراكشرز بتاعتنا، واتفقنا ان هو مكون برضو من تو كومباوند مايكروسكوبس انجوليتد عشان الستيريسكوبيك فيجن، واتفقنا ان الاوبتكس بتاع الكومباوند مايكروسكوب اللي شرحناها، وقلنا ان الصوره اللي بتتكون لنا هتبقى برضو صوره مش ماجنيفايد وصوره مقلوبه، وبالتالي بنحتاج ان احنا انكوربريت في الجاليليان تلسكوب، وبنحتاج ان احنا نحط فيه الفورو بريزم. تمام. الاوبتيمال وركينج ديستانس بتاعه المايكروسكوب بتاعه الستيت لامب بتبقى حوالي 12 سنتي، من 10 ل 12 سنتي، واتفقنا اللي بيتحكم فيها هي الاوبجكتيف لينس او الباور اوف ذا اوبجكتيف لينس. الاليمينيشن برضو هنرجع تاني وبنقول ان الاليمينيشن عندنا برضو يا اما ان احنا عندنا الهالوجين، بنستخدم الهالوجين لامس، والهالوجين لامس اتفقنا انها بتدي بيتر اليمينيشن، والاراديشن او الثيرمال افكت بتاعها بيبقى قليل. يهمني قوي في الست لام الكلمتين اللي انا هقولهم دلوقتي، اللي هو الكوندنسر سيستم فور ذا اليمينيشن، وده مهم قوي في الست لام، ان احنا بنستخدم وات وي كول ذا كولر اليمينيشن برنسبل. يعني ايه الكولر اليمينيشن برنسبل ده؟ يعني ان احنا بنحط، لو احنا تخيلنا ان هو ده الاليمينيشن سيستم، في عندنا سورس اوف اليمينيشن، وفي عندنا هنا الاوبجكتيف لينس. اللي بيحصل بالظبط ان انا قدام السورس اوف اليمينيشن ده بحط عندي كوندنسر لينسز، عباره عن مجموعه من الكونفكس لينسز، تعمل لنا ريفلكشن لللايت او لللايت سورس ده على الاوبجكتيف لينس، بحيث انها تبقى ديفيوزلي illuminated، وبالتالي ابقى شايفه صور او شايفه نور واضح قوي للاوبجكت اوف ريجارد او للحاجه اللي انا هفحصها. قدامها بحط سليت، السليت ده بيبقى بروسيسد، يتعمل له ايمج، الايمج دي تتحط على الصوره بتاعه العين او الصوره اللي موجوده عند الاوبجكتيف لينس، وبالتالي اقدر اعمل السكشن او اعمل السليت اللي احنا بنبص عليه ده. يبقى مش مجرد ان انا بشوف صوره ديفيوز للعين، لا، ان انا بقدر اعمل كروس او بعمل سكشن جوه العين نتيجه وجود الكوندنسنج سيستم او الكوندنسر ده، ووجود السليت اللي بيعمل لي الصوره بتاعته على الايمج، او بيعمل لي صوره للسليت ده على الاوبجكتيف لينس، وبالتالي لما اجي ابص من خلالها انا بشوف السليت بس هو اللي منور، واللي بقيه اللي حواليه كله مظلم، وابتدي اقدر اعمل السكشن اللي موجود، واقدر اتحكم عن طريق ادجستمنتس معين في الويدث بتاع السليت، في الطول بتاع السليت، واقدر اتحكم في السكشن اللي انا باخده وبفحص بيه. تمام؟ في اي سؤال؟ برضو اتفقنا ان احنا في عندنا الميكانيكال سيستم او الميكانيكال كوبلينج سيستم، ده مهم قوي، اللي هو بيعمل لنا البارافوكاليتي اللي احنا شايفينها بالمنظر ده، ان انا عندي الاليمينيشن سيستم والفيوينج سيستم، الاثنين ليهم كومن فوكس، دايما بيفوكس على العين اللي انا او الجزء اللي انا عايزه اشوفه من العين. هنستغل بقى الاوبتكس اللي احنا درسناه عشان نشرح شويه حاجات في الميثودز اوف اكزامينشن اوف ذا ستيت. الميثودز اوف اكزامينشن بتاعت الستيت لامب بتعتمد على دايركت اليمينيشن وان دايركت اليمينيشن والاوسيلاتري اليمينيشن، دي نوع من انواع الدايركت اليمينيشن، بس اللي هو بس بعملها سو عن فوق، يعني من الجنب لجنب بس باخد بيها سكريننج. فاحنا اللي هنركز عليه الدايركت اليمينيشن، وهناخد منه حاجتين معينين عايزين نوصلهم، والاندايركت اليمينيشن. ودول زي ما اتفقنا الدايركت اليمينيشن والاندايركت اليمينيشن، هم دول برضو نفس الاليمينيشن اللي انا بستخدمهم جوه الاوبريتنج مايكروسكوب. مقصود ايه بكلمه دايركت اليمينيشن؟ مقصود بكلمه دايركت اليمينيشن ان انا عندي بوث الفيوينج سيستم والاليمينيتنج سيستم الاثنين فوكسنج على نفس الاوبجكت اللي انا بشوفه، يعني انا بنور نفس الجزء اللي انا عايزه اشوفه. يا اما بعمل ديفيوز اليمينيشن، يا اما بعمل فوكال اليمينيشن، يعني بصغر البيم واركز على نقطه معينه. يعني زي ما احنا شايفين هنا، انا ام فيوينج ذا كورنيا اند ام اليمينيتنج ذا كورنيا، ام فيوينج ذا ايرس لينس دايفراجم اند ام، في نفس الوقت انا حاطه الاليمينيشن بتاعي على الايرس لينس دايفراجم. ده معنى كلمه الدايركت اليمينيشن. تمام. طيب، وزي ما اتفقنا الدايركت اليمينيشن يا اما ان هو هيبقى ديفيوز، يعني بعمل برودنج للبيم، يا اما ان هو هيبقى
فوكال، يعني بتحكم في البيم سايز عشان اقدر اعمل الاكزامينشن دي الاستراكشر اللي انا عايزه افحصه. يهمني من كل ده كلمه واحده او ميثودز واحده في اكزامينشن، هي السبيكولر ريفلكشن. ايه السبيكولر ريفلكشن دي؟ السبيكولر ريفلكشن ده ميثودز اوف اكزامينشن هتعتمد على one of the optical principles اللي حضراتكم شرحتوها، حطيناها جوه السليت لامب وابتدينا نستخدمها في الاكزامينشن. هي ايه؟ هي ان انا بستخدم الاليمينيشن بتاعي، العلاقه ما بين الاليمينيشن والفيون سيستم، ان انا بخلي الضوء ينزل على الاستراكشر ات ان انجل ايكوال للكريتيكال انجل. وبالتالي زي ما احنا كلنا عارفين اللو بتاعنا، ان هو لو انا بحط الانجل اوف انسيدنس بتساوي الانجل اوف ريفراكشن، ما بيحصلش للضوء اي ريفراكشن، بيحصل له ريفلكشن، يعني الضوء مش هينكسر، الضوء هينعكس تاني. وبالتالي بحول الاستراكشر اللي انا هفحصه بعمله زي مرايه، بعمله زي سطح اوبجكت ريفراكتور اوبجكت. اتوقع وانا بفحصه وهو عامل زي المرايه ان هو هيبقى لونه منور، هيبقى حاجه برايت اليمينيشن. اي استراكشر موجود ابنورمال في الاستراكشر اللي انا بفحصه، لما يقع عليه الضوء الانجل اوف انسيدنس هتتغير، وبالتالي الضوء هيبتدي بدل ما يحصل له ريفراكشن هيحصل له ريفراكشن. فالحته دي مش هتبان مضيئه بالنسبه لي، هتبان عتمه. يبقى انا هشوف سطح منور والديفكتس وحتت فيها ديفكتس اللي هي دي نوتنج الاريجولاريتي او الابنورماليتي او الباثولوجي اللي موجود في التيشو ده. الطريقه اللي بستخدم سبيكولار ريفراكشن دي بتفيدني في ايه؟ عشان افحص الاندوثيليوم اوف ذا كورنيا، شوف الاندوثيليال جاتاتا، بفحصها ازاي؟ بالميثود دي اللي هي السبيكولار ريفراكشن، اللي هي قائمه على الاوبتيكال برنسبلز بتاعه الكريتيكال انجل اوف لايت انستنس. بعملها ازاي؟ بعملها دايما ان انا بخلي العلاقه ما بين الفيوينج سيستم والاوبتيكال سيستم بيربنديكولار، بحطهم الاثنين بيربنديكولار على بعض بحيث ان الانجل اوف انستنس تبقى ايكوال للانجل اوف ريفراكشن، فيحصل لي الريفراكشن اوف ذا لايت، مش ريفلكشن اوف ذا لايت اند نوت ريفراكشن اوف ذا لايت. في اي مشكله؟ اوكي. الاندايركت اليمينيشن، في الاندايركت اليمينيشن الفكره بتاعته مختلفه شويه. الفكره بتاعته ان انا هعمل شويه هغير شويه في البار فوكاليتي، مش هغيرها قوي بس هغير شويه في البار فوكاليتي، ان انا هاليمينيت تيشو معين بس هفحص وهستخدم النور اللي انا بإليمينيت بيه التيشو ده ان انا افحص تيشو ادجيسنت ليه. زي فكره الشادو ابتدي اعمل سام سورت اوف انهانسمنت للتيشو اللي انا عايزه افحصه، بس بدل ما افحصه بالنور دايركتلي لا هفحص تيشو جنبه، والنور اللي طالع من التيشو اللي جنبه هستخدمها في ان انا هفحص التيشو اللي انا عايزه افحصه. الاندايركت يا اما بروكسيمال، يعني بفحص زي ما احنا شايفين هنا انا منوره النقطه دي من الكورنيا بس انا بفحص الجزء اللي جنبها، هستغل اللايت اللي جاي من النقطه دي بس هفحص الجزء اللي جنبها، هقلل الجلير، هقلل بقى الكونتراست سنسيتيفيتي اللي عندي، بحاول ان انا اشوف شويه مور ديتيلز. مش هي دي المهمه قوي، المهمه او اللي احنا بنستعملها قوي الاندايركت اليمينيشن اللي هي الريترو اليمينيشن، ان انا ببتدي انور ستراكشر ورا واستخدم الضوء اللي جاي من الاستراكشر اللي ورا ده في ان انا افحص الاستراكشر اللي قدامه. يا اما ان انا زي مثلا بنور الايرس، او ان انا بفوكس اكتر اللايت بتاعي على الايرس واخد اللايت اللي ريفلكتد باك من الايرس عشان افحص الكورنيا من الباك للفرونت، او الموست كومن اللي احنا بنستخدمه كتير هو الريترو اليمينيشن بتاع الفندس، ان انا ابتدي او الريد ريفلكس، ان انا ابتدي اثرو اللايت بوستيريورلي عند الريتنا وابتدي اشوف اللايت اللي كامينج باك، تمام، افحص بيه الاستراكشرز اللي قدامه زي الانتيريور زي البوستيريور كبسول زي الانتيريور كبسول اند سو اون. فده اللي هو الاندايركت اليمينيشن. طيب يهمني في الاندايركت اليمينيشن برضو نقطه مهمه قوي او حاجه مهمه قوي هستخدمها، هي حاجه بنسميها السكليروتيك سكاتر، ودي برضو ليها بيز في الاوبتكس اللي حضراتكم درستوه. السكليروتيك سكاتر برضو دي ميثود اوف ذا اندايركت اليمينيشن، اللي هو انا ما بعملش دايركت اليمينيشن للاستراكشر اللي انا عايز افحصه، انا بعمل اليمينيشن استراكشر تاني وافحص من خلاله استراكشر قريب منه. الاندايركت اليمينيشن معتمده على نظريه التوتال انترنال ريفلكشن. يعني ايه؟ في الحاله دي انا هثرو لايت ات ان انجل اكبر من الكريتيكال انجل،
وبالتالي اللايت مش هيرجع لي، مش هيحصل له، هيحصل له ايه؟ هيحصل له توتال انترنال ريفراكشن جوه الاستراكشر نفسها، يعني مفيش لايت هيجي لي عند عيني. يبقى بالتالي الاوبجكت اللي انا منوراه هيبان لي منور ولا هيبان لي ضلمه؟ لما يحصل توتال انترنال ريفراكشن الاستراكشر اللي انا بفحصه هيبان منور ولا هيبان ضلمه؟ هيبان ايه؟ ضلمه، هيبان ضلمه، انا مفيش نور راجع لي. هو انا ايه اللي بيخليني اشوف؟ ان النور يرجع لي. انا جبت النور ده ات ان انجل اعلى من الكريتيكال انجل، وبالتالي يحصل له توتال انترنال ريفراكشن جوه الاستراكشر نفسه، مفيش ضوء هيرجع لي، وبالتالي انا هشوف الاستراكشر ده لونه اسود، لونه دارك، مش منور. اي ابنورماليتي موجوده جوه التيشو ده هتغير الانجل اوف انسيدنس تخليها مختلفه عن الكريتيكال انجل او اقل او اكتر، هيحصل لي ريفلكشن باك لللايت، ابتدي اشوف اللايت يرجع لي. يبقى دي عكس السبيكولار ريفلكشن. فهنا في السكلوريتك سكاتشر، السكاتر هيحصل ان الاوبجكت ان الاستراكشر هيبقى ضلمه والباثولوجي هو اللي هينور عندي. برضو بقدر استخدمها في ان انا افحص كورنيال ديبوزيتس، كورنيال سكارز، ممكن افحص بيها الباك اوف ذا كورنيا، بس هتبقى عكس السبيكولار ريفراكشن. تمام؟ كده احنا خلصنا الميثودز اوف اليمينيشن والميثودز اوف اكزامينيشن اللي انا بستخدم فيها اوبتيكال برنسبلز في الستيت لامب. هيبقى عندنا سؤال دايما بنساله لنفسنا، ليه ما اقدرش افحص الفندس by using the slit lamp؟ حقيقة أنا ما بقدرش أفحص الفندس by using the slit lamp، لأن أنا عشان أفحص الفندس فأنا محتاجة إن أنا أستقبل الصورة اللي جاية من الريتنا. لما باجي أستقبل الصورة اللي جاية من الريتنا، الصورة اللي جاية من الريتنا دي اللايت ريز اللي بتطلع منها بتطلع مور اور ليس بالنسبة للأوبتيكال سيستم بتاع عينيا بتبقى طالعة as if it is a parallel rays. عشان يتجمع لها صوره بتاخد وقت كبير قوي او بتاخد مسافه كبيره قوي عشان تتجمع، فلما بتيجي تتجمع وتعمل صوره بتبقى اوت اوف ذا فوكال رينج اوف ذا سليت لامب، وبالتالي ما بقدرش اشوفها، ما بقدرش استقبلها في الفيجوال سيستم بتاعي. وده ابتدى يعمل لنا مشكله. لو انا عايزه استخدم السليت لامب عشان اقدر افحص بيه الفندس اعمل ايه؟ نفس الفكره بتاعت لو انا عايزه استخدم الاوبريتنج مايكروسكوب عشان افحص بيه الفندس او عشان اعمل بيه سيرجري فور ذا بوستيريور سيجمنت، لازم ابتدي استخدم سام سورت اوف ادجمنت ديفايسز او اوبتيكال ديفايسز تي اوبتمايز الاوبتيكال سيستم ده بحيث انها تخلق لي صوره، والصوره دي تبقى within the focal range whether of the slit lamp او the operating microscope عشان اقدر استقبلها في الفيجوال سيستم بتاعي واقدر اشوفها. في الاوبريتنج مايكروسكوب الحقيقه مش يعني دي هتاخدوها في محاضره منفصله، بس في السليت لامب هناخدها النهارده اللي هي وات وي كول ذا فاندس بايو مايكروسكوب. طيب نرجع تاني للاوبتيكال برنسبل عشان اقدر ان انا زي ما اتفقنا ان الصوره اللي طالعه من الاوبتيكال من البوستيرو سيجمنت دي صوره هتبقى طالعه از ا بارل ريس، هتاخد وقت كبير قوي عشان تتجمع، ولما تتجمع هتتجمع في نقطه بعيده عن الاوبتيكال سيستم بتاع الستيت لام وانا مش هقدر استقبلها. عشان اقدر اتغلب عليها عندي حلين او عندي تو اوبشنز، يا اما ان انا اناليفاي الكورنيال باور خالص او اقضي على او ان انا العب في الباور بتاعه العين وابتدي اضرب في الباور بتاعه العين فالصوره تتجمع لي بشكل اقرب، يا اما ان انا استخدم الباور بتاعه العين مع از ان اوبتيكال ديفايس تقدر تساعدني ان انا اقدر اعمل بيها اوبتيكال سيستم يخلق لي صوره within the focal range of the slit lamp. يعني ايه الكلام الغريب اللي انا بقوله ده؟ هنقوله حالا دلوقتي. زي ما اتفقنا عشان اعمل الكلام ده لازم هستخدم لينسز معينه. في عندنا يا اما كونتاكت لينسز يا اما نون كونتاكت لينسز. الكونتاكت لينسز المثال بتاعها الجولدمان 3 ميرور لينس والموديفايد كوبيز لينس، ودول عاده بنستخدمهم اكتر نفحص بيهم الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر راذر ذان ان انا افحص بيهم البوستيريور سيجمنت ستراكشر. يعني مش هم دول الكومن يوز بتاعهم، وبالتالي دول هتاخدوهم مع الانجل اكزامينشن. النون كونتاكت لينسز بقى اللي بستخدمها عشان اقدر افحص بيها الفندس يا اما كونفكس لينسز، يعني لينسز ليها بلس باور زي البلس 90 وبلس 78 بلس 60، او بلينو كونفكس لينسز
حاجه بنسميها روبي لينس، ما اعرفش حضراتكم شفتوها او سمعتوا عنها قبل كده ولا لا. وعندنا الاندايركت لينسز بقى، دول اللي هم بتوع الاندايركت اوفثالموسكوب، ودول مش هنشرحهم، دي دكتوره ريهام هتشرحهم، اللي هم ال 20 وال 30. لكن احنا الرينج بتاعنا عشان نعمل فاندس بايو مايكروسكوبي يوزنج الستيت لامب، ان انا هستخدم العدسات دي. والعدسات دي هم دول اللي هشرحوا التو ميكانيزم اوف اكشن اللي انا قلت لهم، اللي انا قلت لكم عليه. يا اما نستخدم كونفكس لينسز تعمل اوبتيكال سيستم مع العين بتاعتي، او استغل فيها العين بتاعتي واعمل بيها اوبتيكال سيستم يخلق لي صوره وذين ذا فوكال رينج بتاعي الستيت لامب. يا اما ان انا هستخدم البلانو كونكيف لينسز اللي هم الروبي لينس، اللي هي تعمل لي ناليفاينج للكورنيال باور، وبالتالي تقلل الباور بتاعت العين وتخلق لي از ان اوبتيكال سيستم تاني يعمل لي صوره وذين الاوبتيكال رينج بتاع الستيت لامب بتاعي. زي الكلام ده. اول لينسز هم الكونفكس لينسز، والكونفكس لينسز دول هيشتغلوا مع العين بنفس فكره الاسترونوميك تلسكوب اللي احنا قلنا عليه. هيخلقوا لي في الاخر صوره، هتبقى صوره فيرتشوال، هتبقى صوره ماجنيفايد، وهتبقى صوره انفرتد. تمام؟ اللينسز دول كلمتين كده بسرعه عنهم، بنقول عنهم ان هم بيبقوا دبل اسفيريك لينسز، تمام، وان هم بيعملوا لي ريل انفرتد لاترالي ريفرسد ايمج. يبقى نخلي بالنا واحنا بنعمل فاندس بايو مايكروسكوبي ان الصوره اللي طالعه لي صوره مقلوبه وصوره معكوسه، تمام، والستيت لامب مش هيقدر يعدلها لي. يعني ايه كلمه اسفيريك لينسز؟ اسفيريك لينسز زي ما احنا عارفين اي عدسه او السفيريكال لينسز دي عدسه متاخده من سفير او متاخده من كوره. الريفراكشن اللي موجود في السنتر بارت بيبقى مختلف عن الريفراكشن الموجود في البريفري، وده بيخلق لي سام سورت اوف ابريجن. عشان كده دايما بنقول ان الموست باورفول موست افكتيف باور جزء في العدسه هو السنتر بارت. كل ما بطلع على البريفري كل ما بيتخلق عندي ابريجنز. عشان تو كات اوف ذا ابريشنز دي في الجراوندز بتاعه العدسه نفسها او في المانيفاكتشر بتاعه العدسه بيعملوا تشينج في الجراوند بتاعه العدسه البريفري عشان يقللوا الابريشنز ويخلوا العدسه ليها فوكس واحده، وده يقل يزود الريزوليوشن ويزود الكواليتي بتاعه الايمج. فالعدسات اللي انا هستخدمها عشان اعمل بيها البايو مايكروسكوبيك فاندس فيوينج هتبقى اسفيريك لينسز. بتبقى اسفيريك لينسز حاجه بنسميها دبل اسفيريك لينسز، يعني اسفيريك بوز في الانتيريور والبوستيريور سيجمنت بتاعها، وده بيديني الادفانتج ان هو بيزود الفيلد اوف فيوينج بتاع العدسات دي، يعني بيزود كمان الفيلد اوف فيوينج بتاعها. التكنيك زي ما حضراتكم كلكم عارفين ازاي بنعمل فاندوس بايو مايكروسكوبي، يهمني بس في الاوبتكس ان انا هركز على الحته دي، ان احنا واحنا بنعمل فاندوس فيوينج ساعات بنحب ان احنا نعمل سام سورت اوف تيلتنج ل البار او الاليميشن بار بتاع او الفيوينج بار بتاع الستيت لامب. هل فكرنا احنا ليه بنعمله؟ بالظبط، احنا بنعمله عشان يحصل لنا الصوره اللي احنا شايفينها دي. عشان وانا كواكزيال كده اللي بيحصل بالظبط ان انا النور اللي راجع لي ده نور راجع من تو ستراكشرز، راجع من البوستيريور سيجمنت وكمان راجع جزء منه من الانتيريور سيجمنت بتاعي او من الكورنيا بتاعتي. لما بعمل التلت ده بخلي الضوء اللي راجع للعين يبقى يعدي على السبليتر، ولما بيعدي على السبليتر ده بيخلي بيقلل شويه من الريفراكشنز اللي كامينج باك من الكونيا، فيقلل لي من البلور والهازرز الموجوده في الصوره بتاعتي ويحسن لي اكتر الصوره اللي انا بقدر اشوفها. طبعا في السليت لام بايو مايكروسكوبي من ضمن الادفانتج بتاعته ان انا بشوف بايو مايكروسكوبيك فيجوال فيجن او بايو مايكروسكوبيك اكزامينيشن للفاندس بتاعي. اقدر اعمل بتحكم في الماجنيفيكيشنز بتاعه الفاندس فيونج اللي انا بقدر اشوفه، ممكن اعمل بيها جريدنج، يعني ممكن اقدر اعمل جريدنج، ودايما بنستخدم في الجريدنج بتاعنا هو بستخدم الديسك دايمتر، يعني 1 2 3 ديسك دايمترز اعمل جريدنج وزر للمسافه او للحجم بتاع الاستراكشر اللي انا بشوفه. من ضمن المميزات بتاعه البايو مايكروسكوبي الستيت لامب بايو مايكروسكوب ان هو مش بيبقى افكتد بالارز اوف ريفراكشن الموجوده عند العيان، ودي نقطه من الديس ادفانتج الموجوده في الاندايركت اوفثالموسكوب اللي الدكتوره ريهام هتقول لكم عليها ان شاء الله باذن الله.
يهمني قوي لما نتكلم على اللينسز او الكونفكس لينسز اللي انا بستخدمها في فحص في الفاندس بايو مايكروسكوبي. يهمني قوي كلمتين لكل عدسه حضراتكم تبقوا عارفين، حاجه اسمها لينس ماجنيفيكيشن وحاجه اسمها فيلد اوف فيو. اللينس ماجنيفيكيشن هو عباره عن الاي باور على اللينس باور. احنا اتفقنا ان انا لما بستخدم الكونفكس لينسز دي انا بحول العين از ان استرونوميك تلسكوب، وقلنا ان الاسترونوميك تلسكوب ده بيأكت از سيمبل لوب، وان السيمبل لوب ده بيعمل ماجنيفيكيشن، وان الماجنيفيكيشنز بتاعته بتبقى عباره عن الاي بيس، قصدي الاوبجكتيف لينس على الاي بيس. انا في الحاله دي بعتبر ان العين هي دي الاوبجكتيف، وبعتبر ان العدسه اللي انا حطاها قدام العين هي دي الاي بيس، تمام؟ وبالتالي الماجنيفيكيشن هيساوي الاي باور اللي هي الاوبجكتيف لينس على اللينس باور اللي انا بستخدمها اللي هي الاي بيس. الاي باور بوجه عام تقريبا حوالي 60 دايوبتر اللي هي الكورنيا واللينس، ده النورمال. وبالتالي لما اجي احسب الماجنيفيكيشن بتاع اي عدسه وليكن العدسه 90، انا هحط الاي باور اللي هي 60 على 90 يطلع لي الماجنيفيكيشن. وبالتالي هطلع من الايكويشن ده بحاجه مهمه قوي، ان انا كل ما هزود الباور بتاعت العدسه اللي انا هستخدمها في الفحص كل ما الماجنيفيكيشن هيحصل له ايه؟ هيقل. يعني لما استخدم عدسه 78 ولما استخدم عدسه 60 الماجنيفيكيشن بتاعها اعلى من ما هستخدم العدسه 90. اوكي؟ وفهمنا جت منين؟ طيب الحاجه الثانيه حاجه اسمها فيلد فيو، يعني قد ايه من الفاندس هقدر اشوفه وانا حاطه العدسه بتاعتي من غير ما العين يحرك عينه ومن غير ما نعمل اي مانيبيوليشن. الفيلد فيو بيساوي الدايركتوريك باور مالتبلايد باي 2 لاي عدسه. وبالتالي هطلع منها ان انا كل ما هزود الدايركتوريك باور بتاع العدسه كل ما الفيلد فيو بتاعي هيزيد. يبقى انا عندي انفرس بروبورشن، علاقه عكسيه ما بين اللينس ماجنيفيكيشن ما بين الباور بتاعت العدسه، وعندي علاقه طرديه او دايركت ريليشن ما بين الفيلد فيو والعدسه اللي انا هستعملها. تمام؟ لان ده سؤال بيجي لنا دايما في الامتحان، ان احنا بنعمل كومباريزن ما بين الاكزيلري لينسز اللي بعمل بيها فاندس بايو مايكروسكوبي ريجاردنج الفيلد اوف فيو وريجاردنج الماجنيفيكيشن. فانا لو فهمت دي هعرف اتكلم. هنرجع تاني برضو نفس الفكره، بنتكلم بقى على كل عدسه. العدسه ال 90 اتفقنا ان هي هاي كونفكس دبل اسفيريك نون كونتاكت لينس، بتبقى الفيلد فيو بتاعها كبير، الماجنيفيكيشن بتاعها هيبقى قليل، ممكن استخدمها على سمول بيبل وبالتالي اقدر اعمل بيها كويك ريفيو او يعني سكريننج سريع للعين. هي سمول دايمتر حوالي 26 ملم، الوركينج ديستانس بتاعتها بتبقى صغيره من 5 ل 6 ملم فروم ذا كورنيا. يعني حتى دايما بنقول العيان يعني بنحطها تقريبا بتبقى عند الرموش بتاعت العيان، يعني لو عيان رموشه طويله شويه ساعات بيتضايق قوي وانا بفحصه بالعدسه ال 90. اتفقنا ان هي هتدينا صوره انفرتد ريل للريتنا وهتبقى within الرينج بتاع الاستكلام. العدسه 78 دي هاي كونفكس دبل اسفيريك نون كونتاكت لينس، دي عدسه ما بين العدسه 60 وما بين العدسه 90 وبالتالي هتبقى بالانس ريجاردنج الماجنيفيكيشن وريجاردنج الفيلد اوف فيوينج. الوركينج ديستانس بتاعها هيبقى اكبر شويه، يعني هبعدها شويه عن العين حوالي 7 مللي. العدسه 60 برضو نفس القصه، هي دي بقى اللي بتديني الهايست ماجنيفيكيشن. اتفقنا ان الماجنيفيكيشن هو هيبقى انفرسلي بروبورشنال مع الباور بتاعه العدسه، لكن الفيلد فيو بتاعها هيبقى تقريبا قليل. الوركينج ديستانس بتاعتها بتبقى حوالي 11 مللي، يعني بتستخدمها برضو على مسافه ابعد شويه من العين. العدسه الاخيره او بقى الميثودز الاخيره اللي انا هبتدي افحص بيها فاندس فيوينج او اعمل بيها باي مايكروبيك فيوينج، بس مش هعمل فيها بقى مش هستخدم العين او مش هستخدم الباور او مش هستغل الباور بتاعت العين عشان اعمل الاسترونوميك تلسكوب اللي احنا اتفقنا عليه، لا هبتدي استخدم حاجه تانية خالص، ان انا اعمل اقلل الباور بتاعت العين بتاعتي. اقلل الباور بتاعت العين بتاعتي بحيث ان الصور او بحيث ان الريز اللي طالعه اقدر استقبلها واقدر اعمل لها صوره اعرف اشوفها. بستخدم في الحاله دي حاجه بنسميها بلينو كونكيف لينس او اللي هي الروبي لينس.
دي برينو كونكيف لينس تقريبا الباور بتاعتها حوالي 8 ماينس 58 ونص، يعني تقريبا تقريبا كاني لغيت الكورنيا خالص، كان ما فيش عندي كورنيا، كان بقى عندي بس لينس اوب اللي هي انا كاني بخلق جاليليان تلسكوب دلوقتي. بقى عندي اوبجكتيف لينس اللي هي الكونفكس لينس اللي هي بتاعت الكريستالين لينس بتاعتنا، وبقى عندي كمان الناحيه الثانيه عند اللي هي الايز بتاعتي بقت كونكيف لينس، فانا كاني عملت جاليليان تلسكوب. برضو هتديني صوره فيرتشوال، هتديني صوره ايريك بالظبط زي الجاليليان تلسكوب. يبقى انا بدل ما حولت العين انها تبقى استرونوميك رجعتها تاني بقت جاليليان، فادتني صوره فيرتشوال، ادتني صوره ايريكت للفندس. بس مشكله الصوره دي انها هتتكون فين؟ هتتكون جوه العين، هتتكون عند الفوكال بوينتس بتاعت العين، هتتكون ورا الايريس بالظبط. فانا هشوف الصوره دي جوه العين نفسها، هتبقى صوره مش كبير، هتبقى صوره صغيره شويه، ومشكلتها ان هي هتبقى ليها علاقه او هتبقى دايما افكتد بالسايز اوف ذا بيوبل. لو البيوبل واسع او البيوبل ضيق هيأفكت السايز بتاعت الايمج اللي انا شايفاها، لان دي اللي انا هشوفها ثرو ذا بيوبل. هو البيوبل هيأكت از ان ابريتشر او از ذا سليت، هو ده اللي هيتحكمني في حجم الصوره اللي انا هشوفها. ف هتبقى افكتد بالبيوبل سايز، دي اول حاجه. هتبقى افكتد بالموفمنت بتاعت عين العيان، يعني اي ماينر موفمنت في عين العيان هتأفكت الايمج بتاعتي، هتغير لي الايمج بتاعتي. بستخدمها اكتر ان انا اقدر افحص السنترال بارت، ما بتخلينيش اعرف افحص البريفري كويس، عشان اتفقنا وجود الايريس في حد ذاته ده ووجود البيوبل ده بيأفكت الصوره اللي بتطلع، لان الصوره بقت جوه العين ما بقتش بره العين. في اي سؤال؟ ده في اي سؤال؟ طيب الجدول ده لو بما ان احنا عندنا وقت، زي ما احنا شايفين كده، لو انا بستخدم عدسه صغيره اللي هي ال 60 هنشوف الماجنيفيكيشن بتاعها مقارنه بال 90، هنلاقي الماجنيفيكيشن بتاعتها اعلى تقريبا 1 مقارنه بال 90 اللي هي تقريبا 0.6 او 0.7. لو نيجي نتكلم على الفيلد اوف فيو هنلاقي ان الفيلد اوف فيو في ال 60 هيبقى اصغر من الفيلد اوف فيو في 90، تمام؟ وده يرجعنا تاني للايكويشنز اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول. تمام كده؟ طيب اتكلمنا على الروبي لينس وعرفنا الميثودز اوف اكزامينشن او الـ او 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 ازاي بتاكت، واتفقنا ان احنا هيبقى عندنا تو ويز ان انا اقدر اشوف بيها فاندس بايوميكروسكوبي، يا اما ان انا احول العين لاسترونوميك تلسكوب بان انا احط كونفكس لينس، يا اما ان انا احول العين لاسترونوميك تلسكوب ان انا احط لها كونكيف لينس. بس في الحاله دي هخلق صوره، والصوره دي بالرغم انها صوره ايريكت بس هي صوره جوه العين، صوره هيتحكم فيها البيوبل، لان البيوبل هياكت از شاتر، وبالتالي السايز اوف ذا بيوبل هيبقى مشكله بالنسبه لي وانا بفحص العيانين دي. انا كده خلصت. لو في اي سؤال this is my email، you can email me لو في اي حاجه. ان شاء الله good luck. في اي سؤال؟ thank you. اشكرك.